فيك يا حبيبتي واهلا بالبوابة. اخبار اليوم الغالية على قلبي. كلمينا بقى النهاردة عن مشاركتك في يوم خاص جدا، رسالة سلام من مصر. وجود مهم للشخصيات العامة ان احنا نيجي وندعم بلدنا، لان دي بلدنا مصر، والواحد فخور انه مصري. يعني انا بقول انا فخورة اني مصرية، ثورتين قاموا بيها شعب عظيم. ان شاء الله المستقبل جميل وخريطة الطريق والامن والامان لبلدنا، اللي بنقول النهاردة رسالة حب، تعالوا تعالوا شوفوا مصر، مصر الجميلة، بلد السياحة، بلد الاثار. يعني بنقول تلت اثار العالم موجود عندنا في بلدنا، عندنا سياحة اثار وعندنا سياحة شواطئ، كل حاجة عندنا. الارهاب موجود في العالم كله، الحمد لله احنا في العد التنازلي بفضل الجيش والشرطة، وبتمنى لمصر الخير تحتضن كل العالم، العالم اللي بيحب مصر. والنهاردة وإحنا في مناسبة سعيدة للصين، الصين الشعب العظيم اللي بيتحدى الصعاب، تعالوا وإيدينا في إيديكم وتيجوا تزوروا مصر وتشوفوها وتعملوا استثمارات فيها. أنا فرحانة إن ومتفائلة إن اللي جاي أفضل بإذن الله. مصر بتعلن للعالم كله بأنها فتحة حضنها للجميع، لكل مواطن في كل بقعة من بقاع الأرض. تعالوا استمتعوا بمصر، تعالوا استمتعوا بشعب مصر. بنحيي الصين لهذه الخطوة الإيجابية وهذه المشاركة الفعالة، لأن الصين تعلم تماما دور مصر ممكن يكون شكله إيه كخادمة للإنسان في كل مكان. فإن شاء الله لما يحدث تستكمل مصر خريطة المستقبل، إن شاء الله مصر هتكون على عتبة تاريخ جديد ومستقبل جديد مشرق على الجميع إن شاء الله. بنرحب بالفنانة صفاء جلال معنا بوابة أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيكم، أهلا بأخبار اليوم. قولي النهاردة وإحنا بنحتفل بيوم خاص جدا، رسالة من مصر. بنقول للعالم كلهم تعالوا مصر وما تخافوش، مصر بلد أمان، ومصر بلد الفن والجمال والسياحة والثقافة وكل حاجة حلوة. وإحنا موجودين أهو مش خايفين من حد، لأن إحنا ما بنخافش غير من اللي خلقنا، والمصريين بيحبوكوا جدا ونسوهم إن أنتوا تنورونا زي زمان. لأن زي ما بتستمتعوا بأثارنا وبحاجاتنا الحلوة، إحنا بنستمتع بأن أنتوا تبقوا موجودين معنا. شايف أن الاحتفاليات دي ليها دور أساسي في تنشيط السياحة عندنا في مصر؟ يا رب إن شاء الله تبقى فتحة خير على السياحة في مصر. بس إحنا برضو بنوجه رسائل للعالم كله، تعالوا وما تخافوش. ومنورنا دلوقتي دكتورة داليا السعداني معنا بوابة أخبار اليوم. ازيك، اخبارك ايه؟ ازيكم كلكم، مبسوطه ان انا شفتكم في مكان حلو زي ده. سيري كده شرف لينا احنا. عايزينك بقى تكلمينا عن مشاركتك النهارده في يوم خاص جدا، هو رساله سلام من مصر. بصي، هو احنا بنحاول على قد ما اقدر ان انا اكون متواجده في اي حاجه ليها علاقه بدعم السياحه او تنشيط السياحه او توصيل الصوره عن مصر. ان احنا في الفتره دي بنحاول نعمل مجهودات زي معرض للرسومات ومعرض للفنون. ده بس مش عشان بره مصر، انا بتكلم عشان جوه المصريين، عشان السياحه الداخليه. احنا عايزين نقول للمصريين قبل ما نقول لبره مصر ان احنا ان شاء الله مستقرين وامنين، وان الفتره دي ما هي الا فتره لخبطه بسيطه وهتعدي. ويا ريت بقى نبتدي ان احنا نبص بعين ثاقبه ونحاول ندرس ازاي بجد هنقوم بالسياحه، مش بس نرجعها زي الاول. احنا عايزين ان السياحه تعدي اللي احنا كنا فيه وتبقى احسن من كده بكتير، بافكار ان احنا ممكن نعمل يعني تمازج مع دول تانية، ونحاول ان احنا نشوف هم بيعملوا ايه في السياحه، لان احنا الاثار بتاعتنا اكتر من عندهم بكتير. بصي المكان حواليك عامل ازاي. اهلا بيكم، صباح طيبين. النهارده واحنا بنقدم رساله مهمه جدا لكل العالم، هي رساله سلام من مصر. طبعا النهارده انا اعتقد من يوم مهم جدا، لانه يقدم رساله هامه جدا مش للأمة العربية فقط بل للعالم كله. بنقول لهم تعالوا بصوا على الجو الساحر البديع اللي احنا فيه، القلعة بجوها الساحر البديع. انا شايف ان دي رسالة بنقول ان احنا عندنا امن، عندنا امان بدليل الجمع الرهيب اللي موجود ده. بنقول ان مصر طيبا هي مصر، يعني عبر الازمان وعبر العصور قادرة على ان هي تتخطى اي محن او تتخطى اي عقبات قدامها. انا بشوف ان شاء الله الفترة القادمة مصر هترجع الى الريادة مرة اخرى في كل شيء. مصر هتبقى قلب كما كانت، وعبر الازمان قلب الامة العربية، بل ان شاء الله يعني اعتقد الفترة الجاية دي
قد إن شاء الله نحتل مكانة كبيرة جدا 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 بعزم هذا الشعب العظيم اللي عبر كل المحن اللي كان فيها. وأعتقد إن شاء الله هو قادر هذا الشعب إن هو يصل بمصر إلى مكانتها التي تستحقها بجد. بصي، هو دي إحساس حلو جدا إن احنا نبتدي نتفاعل مع الشعوب في مناسباتها، مش بس المناسبات العادية، إن احنا نحاول نشوف بذات الدول اللي سندتنا ووقفت معانا، إن احنا نحاول نشوف إيه مناسباتهم القومية ونتفاعل معهم. وبالتالي بيبتدي الموضوع باحتفال زي ده، تلاقي في الاعداد اللي زي كده بيبقى في كلام عن الاستثمار، في كلام عن التعليم، في كلام عن الاقتصاد. فالحاجات اللي زي كده من احمدش يستهين بيها او يقول، وانا عارفه ان شويه من المصريين هيقولوا ده رايحين يتفسحوا ويسمعوا مزيكا. اللي ورا الكلام ده بيبقى تعامل ما بين دولتين على وعسى ان شاء الله يفيد مصر باذن الله. شايفه ان الفتره دي مهمه قوي فيها ان احنا يعني نكتر من الحفلات التنشيط السياحه. بصي، وانا شايفه ان الفتره دي مهمه جدا ان احنا نكتر في الحفلات، اذا ما كانش عشان اي حاجه، عشان نفسيتنا اللي احبطت بقالها فتره كثيره. فعايزين حاجات، ثلاث سنين بقالنا محبطين، فيعني الحاجات دي اذا ما عملتش اي حاجه خالص، وان شاء الله هتعمل حاجات في الاقتصاد على الاقل هترفع عن نفسيتنا شويه. انا سعيد جدا لانه نص صيني ونص مصري، فالنهارده حاسس ان هي دي العلاقات بين الطرفين. كلمنا بقى عن الحفلة النهاردة واحنا بنحتفل بيوم خاص جدا، رسالة سلام من مصر. الصين بتحتفل بأعياد الربيع، رأس سنة الصينية، وده عيد كبير أي في الصين. فإحنا السفارة الصينية بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة قرروا يعملوا احتفالية كبيرة في القلعة علشان ننشر ونبعت للصين رسالة سلام، ونقول لهم إن مصر آمنة وإن مصر جميلة، وإنه عاوزين نوطد العلاقات بين الطرفين. والسنة دي هو عام الحصان، عام جميل لأن الحصان بيرمح ويتقدم، وعاوز له بس تركيز عشان ما يروحش في أي حتة. فالصين عندها حكمة ومصر عندها حكمة قديمة، هو كل سنة في رمز، فالسنة دي سنة الحصان. نأمل لمصر أنها تتقدم وتكسب أكبر سبق كمان. أنتوا بتختاروا الرمز دوت ولا دي 12 كل سنة لها رمز لحيوان، والسنة دي سنة الحصان، وتبقى قريبة أوي السنة من معنى الرمز نفسه.